أهلين حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بسم الله. شايفة يا برج الثور إنه أمورك الصحية جيدة، في شعور بالشباب بالصحة بغض النظر عن عمرك، سواء كنت كبير أو صغير. في منكم اللي راح يبدأ بنظام غذائي جديد لصحته، وكذلك عم شوف في ناس منكم توقفوا عن ممارسة الرياضة. فالورقة تدعوك للعودة لممارسة الرياضة والمشي لمسافات طويلة، إنك تعمل أنشطة رياضية، تتسلق الجبل، شغلات هيك. كذلك يجب على بعضكم يا برج الثور إنه يغير الأطعمة المصنعة ويستغنى عن الوجبات السريعة، لأنها عم تضره بصحته، خصوصا بالنسبة للنساء اللي عندهم مشاكل هرمونية. كذلك الورقة هذه هي مؤشر على أخبار سارة فيما يخص الصحة. إذا كان شي حدا يعني عم بتابع الطبيب أو عم يستنى حمل أو ولادة، فهي أخبار سارة. كذلك تشير هذه الأوراق اللي طلعت لكم يا برج الثور إلى تعافي سريع من إصابة أو مرض أو نشاط بدني كبير، فيجب اتباع حمية أو نظام غذائي جيد يتماشى مع جسدك لكي تحصل على نتائج سريعة. كذلك ممكن تشير يعني أحيانا لحالة طوارئ وشيكة تحتاج منك إلى تدخل سريع. كذلك في منكم يعني اللي راح توصلوا أخبار حلوة عن حمل كان عم ينتظرها من مدة، وهي أخبار يعني سارة. كذلك عم شوف يا برج الثور انه في منكم اللي عم بيعاني من ضغوطات نفسية وتعبان هيك نفسيا من علاقة، يعني علاقات سواء كانت مع الأسرة، ولكن انا شايفة اكثر انك بتحب حدا يعني منفصل عنه، يعني وعم تستنى اخبار سارة منه، رسالة هيك شغلة هيك. عاطيني الورق، فإن شاء الله راح يكون خير يا برج الثور. أما فيما يخص العمل، أنا عم حاول أكون سريعة. فيما يخص العمل يا برج الثور، عم شوف شوية خداع صاير في بيئة العمل حواليك يا برج الثور. في بعض الزملاء يعني من حولك يحاولون نشر الأكاذيب خلف ظهرك، أو سرقة مشاريعك أو أفكارك، أو حتى ممكن يكون أصدقائك متورطين في أشياء وأنت لا تعلم. فالورق التارو بيقول لك أنت لازم تستخدم قدراتك على التكيف، الحيلة والمرونة والذكاء الحاد لتضع نفسك في مقدمة اللعبة أيا كانت. طالع عندي ورقة يعني السرقة، فأنت يا برج الثور يعني كن حذر من السرقة. الورق التالو بيقول لك كن حذر من السرقة أو السطو والاحتيال، أو إنك تراهن بفلوسك يعني بشغلة أو باستثمار في الوقت هذا. كذلك ورق التارو بيقول لك انه انت يعني شخص لائق لمهن التمريض والرعاية، الفن، الاستشارة، يعني التشافي، يعني في مجال الإبداع والموضة. وكذلك يحذرك من الدخول في صفقات مالية معقدة، فهذا هو الوقت المناسب لتتطلع لمنصب جديد يليق بك، فيجب عليك أن تكون ذكيا وأن تبحث عن فرص. فإذا انتهزت الفرصة وعملت بجد، فستجني أكثر مما أنت تعتقد يا برج الدور.
وفي منكم كذلك اللي عم بدور على شغل، فالتارو بيقول لك في فرص جاية بطريقك، فقط كن مستعدا لها. هذا فيما يخص العمل. الحين سوف نمر بسرعة إلى الأسرة. في منكم يعني قبل ما مر للأسرة، في منكم اللي زعلان يعني في مجال العمل، يعني كأنه مش راضي عن العمل، كأنه مش لاقي عمل، عم شوفه يعني زعلان وكأنه مش لاقي، عم بدور ومش لاقي عمل، وعم بيدعي الله كرمال يعني إنه يلاقي شغل بيليق به شخصيا ويكون مرتاح فيه. أما فيما يخص الأسرة يا برج الثور، ففيما يخص الأسرة يا برج الثور، في منكم اللي حاسس، عم شوفه حاسس بالثقة والأمان في علاقاته، رغم يعني إنك عملت شغلات كثيرة للوصول إلى هذه النقطة. فمنكم اللي أم، في منكم اللي هو بينتمي لأسرة، عم شوفكم أشخاص رائعين. كذلك في منكم اللي عنده مشاكل بالعيلة، كأنه الناس اللي حواليه ما عم يفهموه. في اللي عم شوفه حاسس بالوحدة وعم يحاول يلاقي حل وسط للموضوع هذا. كذلك عم شوف يا برج الثور في ترترة يعني حواليك وبظهرك، وانت حاسس بالموضوع وشاكك، ولكن عم تحاول تتجاهل الموضوع. وكذلك في منكم اللي نفد صبره خلاص. وكذلك في اللي عنده يعني مشاكل بالإخوة أو الزوج أو زوجة الأخ يعني. فشايفة يا برج الثور إنه في عندك انتصار وراح تمسك زمام الأمور. كذلك في عندك أمنية راح تتحقق، فأنت أزرع بالأمنية هذه يا برج الثور. إن شاء الله خير، إن شاء الله يتحقق الشي اللي في بالك. كذلك في منكم اللي عم شوفه إنه حاسس بإحساس بالفقدان من موضوع عاطفي جوات قلبه، وعم يحاول يعني يبين حاله أقوى ومتزن وصامد، لأنه فعلا برج الثور هو يعني قوي ومتزن وحساس بنفس الوقت، حتى إذا كانوا الناس يعني ما هو شايفين الصفة هذه يعني، وعاطفي كتير. كذلك في منكم اللي واخد وقته وعم بفكر تفكير عميق وما عم يحكي كتير، يعني كيف ما بتشوفوا يعني بضل قاعد لحاله كتير يعني، وعم بفكر بطرق يعني كأنه عم بفكر طريقة النجاة أو الخروج من الموضوع هذا. هو مثل يعني واخد الأمور ببساطة وهادئ ومتوكل على الله. فأنت يا برج الثور، أنت طالع لك ورقة الحظ، ورقة في أمنية ستار، فأنت محتاج تعمل استشفاء وتتقرب من الله، وأنت أصلا مرتبط بالله كتير وبالدعاء، وتتوكل عليه كليا وما تخلي اليأس إنه يسيطر عليك، وكمل الدعاء يعني، لأنه في منكم اللي عم يدعي الله شايفاه، و يعني كأنه في دعوة خاصة عنده بده إياها. إن شاء الله خير يا برج الثور. في اللي عنده يعني كذلك مشاكل مع الأم، وكيف ما عندكم عم تشوفوا مع الأم مشادات يعني، في صعوبات في التواصل مع الأم، مشاكل مع الوالدة، هيك شغلات، والأمور راح تكون طيبة يا برج الثور. الحين يا برج الثور راح نمر لما هو عاطفي لنشوف، إن شاء الله خير. حقيقة أنا شايفاك يا برج الثور من خلال الأوراق هذه، في تعليقات إجتني إنه ما
يعني أعمل هذا الصوت بالورق، يعني طاقتك يعني بشكل عام هي جميلة جدا، كأنك متوازن بالمقارنة مع الفترة الماضية، بالرغم من إنه عندي هون في شخص تعبان، يعني الشخص هذا مر بظروف صعبة وحاسس حاله تعبان وكأنه انجرح صار معه شيء، بس عم شوفه يعني عم يشغل حاله بشغلات، ممكن شغل البيت، ممكن دراسة، ممكن عمل، وزعلان. في منكم اللي زعلان من الموضوع وشايفك إنسان حلو عم تعمل خير وبتفكر بشغلات حلوة، وهذا الزعل شايفك إنك كأنك زعلان على شي حدا. فبشكل عام يا برج الثور شايفك متوازن أكثر من الفترة الماضية، كذلك شايفة منكم اللي مر بتجربة وتخطاها ولكن لسه مأثر عليه، شايفاك مهتم بشغلك و رغم انه في جواتك زعل وغضب من شي صار، كذلك شايفاك انسان حلو بتعمل اعمال خير. في منكم اللي زعلان على علاقة، فالحبيب يا برج الثور شايفاه عم يتطلع عليك وعم بيراقبك، فكأنك قاعد زعلان على شخص صار معه شي، والشخص هذا انت شايفه كتوأم الروح، فبالرغم من هالشي فشايفاه فيك يعني انت متوازن اكتر. في منكم اللي بيعمل استشفاء مديتيشن، بيصلي يعني، كذلك في اللي منعزل بيعمل تأمل، استرخاء، أشياء من هذا النوع. فأنا شايفاك متوازن رغم أنه يعني ممكن تكون خرجت من علاقة بسبب أو الحبيب تركك وراح، كذلك شايفة في تواصل روحي بينك وبين الحبيب يا برج الثور، أو حتى أنت ممكن تكون خرجت من العلاقة هذه، اكتشفت خيانة، خداع، أو طرف ثالث فات على العلاقة، أو حتى الشخص هذا ممكن يكون متزوج. كذلك شايفة منكم اللي تخلى على كل الأشخاص والأشياء التي لا يستفيد منها ولا تنفعه، كأنه خلاص تغيرت وأصبحت أكثر حكمة وأكثر اتزان، خصوصا بعد الصراعات والتعب النفسي اللي تعرضت له يا برج الثور. كأنه في منكم اللي مل، يعني مليت من كل شيء يعني حواليك، يعني وما عاد بدك صراعات تصدعك، يعني تزعجك من أي نوع، وصرت عايز الهدوء وراحة البال وتفكر براحتك أكثر. شايفك يعني عايز تعمل تغيير جو، لأني شايفة يعني في منكم اللي يا إما مسافر أو عم بفكر يسافر، أو أنت فعلا سافرت. كذلك في منكم اللي في علاقة ثلاثية، العلاقة هذه نتج عنها مشاكل مثل ما شفنا، في منكم اللي بعلاقة ثلاثية ونتج عنها مشاكل، وانت قررت تبعد لحد ما الشخص هذا ياخد قرار، فكأني شايفاك يعني اختفيت ولكن بعدك عم تراقب يعني الحبيب وبتفكر فيه، والوضع هذا كان مزعلك وبعدك كذلك يعني مزعلك، يعني لسه زعلان
ولكن على الأقل أنت حاسس أنك أكثر توازن. وشايف اللي منكم كان بيحب الحبيب كتير ومتعلق فيه كتير، خصوصا انك يا برج الثور انسان عاطفي بالرغم من انك ما بتبينش الموضوع ده، وشخص طيب كتير وروحاني يا برج الثور. كان ممكن يكون هذا طليقك، يعني زوجك او حدا كان بدك اياه يكون معك، والحين انتم متباعدين عن بعض. فانا شيء كأني شي عم شوف يعني في طرف ثالث موجود معكم او بيناتكم، ممكن يكون الطرف هذا ايا كان. كذلك عم شوف يعني في طاقة الدعاء، عم شوف طاقة الدعاء الى الله والتقرب منه. فواضح في عندك امنية حابب انها تتحقق، وهنا كيف ما شفنا قلنا في موضوع الأسرة يا برج الثور في عندك أمنية رح تتحقق، وهنا طلع إنه كأنه في عندك أمنية حابب إنها تتحقق. فممكن أنت تكون يعني عايز شخص معين، فهناك مساعدة رح توصلك يا برج الثور، رح تجيك من السماء. فممكن تكون الفترة اللي فاتت كنت واخد جنب وقاعد لوحدك. في كذلك منكم اللي يعني انعزلوا شوي وبيعملوا شفاء لروحهم الداخلية، عم يقرأ قرآن إلى آخره. فأنا شايفة الحبيب بعده بيفكر فيك وبيراقبك على السوشيال ميديا ومفتقدك بصراحة. وفي منكم بصراحة اللي عنده رجوع، في رجوع لمنكم عنده رجوع، وفي عقد زواج. قلت لكم في البداية انه طلعت عندي ورقة الزواج، في منكم اللي عنده عقد زواج وراح تكونوا سعيدين. فانا بصراحة يا برج الطور شايفيك الفترة هذه في منكم اللي عم بمر بمفترق الطرق، ولكن لسه بتفكر يعني في الموضوع. فشايفاك لحد اللحظة هذه طلعت من الوضع أو الأزمة على الأقل، وحاسس بالتوازن النسبي، وتركت شغلات يعني ما كانتش مناسبة ليك، ولكني شايفاك لازلت في طاقة الانتظار. فإذا كنت بتنتظر شخص بتحبه أو بتستناه ياخذ قرار بخصوص علاقة ثلاثية يعني بخصوص زواج، فحاليا في الفترة هذه لإلكم مش شايفة قرار نهائي في الفترة هذه، يعني انه الحبيب راح ياخذ قرار في الموضوع هذا لانه عم بفكر. فممكن يكون في شخص بيناتكم، اي في طرف تالي، سواء كان زوجة او الشخص هذا اللي انت معه يا برج الثور متزوج يعني، او حتى اب ام، والموضوع هذا مش سهل عليه عشان ياخذ القرار هذا. كذلك عم شوف في علاقة ثلاثية ما بين برج الجوزاء وبرج الثور، وبرج الجوزاء متزوج، هذه الشغلة هذه واضحة عندي. وبرج الجوزاء هذا لخبرك، وانا متأكدة من كلامي، الناس اللي عندهم النقطة هذه شايفة انه برج الجوزاء بيحبك انت يا برج الثور، وبده اياك انت، وبيفكر فيك انت رغم انه هو متزوج، وهو ضايع يعني ومش مرتاح يعني بزواجه. حبيت شير لهذه النقطة هذه لانه واضحة عندي. فممكن يعني ياخد هيك شي حركة، يبعث رسالة أو شغلة، لأنه مش واضح عندي بالضبط هو بيفكر يعمل هالشي. فأنا شايفاك يا برج الثور في الفترة هذه أنت مهتم بالعمل بالروحانيات، في اللي بيعمل تعديلات على نفسه يعني تقويم أسنان، تنظيف، تبييض، ليزر، يعني أشياء خاصة بالتجميل، لأنه هذه قراءة عامة فبتطلع لي شغلات يعني حتى.
كذلك في منكم اللي عم شوفه لابس ماسك، واضح عندي في منكم اللي لابس ماسك بيخدع الناس اللي حواليه. كيف يعني؟ كأنه لابس ماسك مش حقيقي. يعني في منكم اللي انسحب من العلاقة واختفى وعامل حاله مش فارقة معاه، ولكن هو بيحب الحبيب متباعد عنه وبيراقبه على السوشيال ميديا وبده يرجع للحبيب، ولكن الظروف مش سامحاله يعني، ومخبي مشاعره ومتعلق جدا يعني عم شوفه بالحبيب. في منكم اللي بعلاقة ثلاثية، يعني العلاقة الثلاثية هي تختلف، ممكن يكون طرف، ممكن يكون الشخص هذا متزوج، ممكن تكون انت متزوج، فالعلاقة بتختلف. لهيك انا برجع للعلاقة الثلاثية وبحكي عنها. ففي منكم اللي في علاقة ثلاثية تتطلب وقت زيادة لانه الحبيب حاير وخايف يتخذ قرار ومكتفي حاليا بالانتظار، والحبيب شايفاه زعلان وحاسس انك خلاص تجاوزته وما عدت مهتم بيه. اما انت فشايفاك يعني طلعت من كل النزاعات وواخد جنب ومش عارف شو بتعمل، يا شو تعمل بالضبط يا برج الثور. فشايفاك يا برج الثور مركز على احوالك، ومركز على مادياتك. في اللي بيفكر يعني في مصدر جديد للدخل، خصوصا يعني انه برج الثور معروف انه شخص كريم يعني وبيحب يساعد الناس. وفي منكم اللي حيسافر، ممكن رحلة او زيارة سواء كانت دراسة او عمل. فانا شايفة يا برج الثور انك محتاج تخرج وتتمشى في الحديقة، الغابة، الطبيعة، لاني شايفة منكم اللي منعزل وقاعد لحالك وما عم تكلم الناس يعني كثير، ما عم تتعاطى معهم. فكأني يعني عم شوف انه منكم اللي مختفي وغضبان، كأنك طالع من حاجة صعبة حصلت معك، فشايفة انه الشي هذا ما رح يتحل الفترة هذه. ما عم اقول ما رح يتحل، نو الفترة هذه يعني ما رح تلاقي حل وسط، او الشخص هذا ما رح يتخذ قرار في الموضوع هذا، لاني شايفاك الفترة الجاية حتكون مركز على روحك اكتر وعلى تغيير حاجات كثيرة في حياتك، وحتركز كذلك على حياتك العملية، وحتكون حياتك مختلفة، وهذا الشي رح يغير منك، رح يغير شخصيتك، لاني شايفاك الفترة هذه تتباعد ومركز على روحانياتك، وانت شخصيا يعني ما رح تاخد قرار نهائي. فكأني شايفة وحاسة يا برج الثور انك واخد جنب ومش عايز تحارب يعني كمان، لانك تعبت يعني، كأنك مش عايز يعني تكمل في الصراع هذا، لاني شايفة انك تعبت وانت عم تستنى التغيير من السماء حاليا، لانك خلاص توكلت على الله. فالورق بيقول لك يا برج الثور انت قادر على اخذ القرار، وانت قادر على انك تبقى او تمشي وتنهي الموضوع، فالقرار قرارك، لاني شايفاك انه في شي شغلة صارت حياتك، شغلات، بس في شغلة كانت اكتر شي اثر عليك، الشغلة هذه زعلتك كتير وانت رايد تاخد حقك، كأنك اتظلمت او اتسرقت، حدا سرق حبيبك واخده منك. فشفت ان تجربة يعني غيرتك واصبحت مستقر نسبيا، يعني عم تتحمل الضربات يعني مهما كانت، لاني شايفة انه في منكم يعني اللي شايف انه الحبيب هو توأم الروح، وفعلا الحبيب توأم الروح، هو كذلك بيفكر فيك.
وكأنه في منكم اللي كان عم بيتمنى الشخص هذا، وعم شوف يعني إنه كأنك انسحبت من العلاقة بعد ما تحملت كتير، وأصبحت يعني تهتم بحالك، ولكن شايفاك بعدك عم بتفكر في الحبيب وبتتطلع عليه، لأنك شايفه إنه توأم الروح، كان شي جميل بحياتك، ولكني شايفاك شايل هم كبير، ممكن ذكريات حب، يعني شي صار، علاقة ثلاثية، شخص هذا متزوج، فشايفة كأنك طلعت فجأة وقفلت كل التواصل، سواء هيك تواصل جسدي عبر الحكي أو على السوشيال ميديا، واختفيت. لأنك غير راضي عما وصلت إليه، رغم أني شايفاك بعدك ماسك كأس الحب ومتعلق، طلعت نفس الورقة، ومتعلق بالحبيب وبتفكر فيه كثير، وشايفاك كأنك بدك يتحقق العدالة لأنك تستحق، وعم تدعي الله، لأني شايفاك يعني كأنك في مفترق الطرق، فمبين عندي كأنه الشخص هذا من الماضي، يعني في بيناتكم حب. الشخص هذا بصراحة هو شخص يعني ما شخص سيء، شخص طيب يعني، وبيحبك، وفي عندكم ذكريات مع بعض، ذكريات طويلة، فممكن تكون العلاقة هذه إلى سنوات، يعني إلى وقت طويل، وفي ذكريات بيناتكم، ممكن تكونوا متباعدين، كل واحد في مدينة أو كل واحد من بلد، وفي اختلافات بيناتكم، وانتوا اشتقتوا لبعض، فبقلك انه الحبيب بيحبك وبيشوفك شغلة حلوة، وشي كأني عم بشوفك يعني عندك شوية قلق، بتفكر في الشخص هذا أو الحبيب يعني بفكر فيك، لأنكم بصراحة كأني شايفاكم كنتوا توأم الروح، فشايفة إنه في منكم اللي عنده رجوع، في رجوع لشخص من الماضي لمنكم، وإن شاء الله راح يكون خير يا برج الثور. في طاقة رجوع عندي بالقراءة، في شغلات أوراق طلعت حلوة، إن شاء الله في خير جاي بطريقكم يا برج الخوب يا برج الثور، إن شاء الله خير، وأتمنى يعني